الأكل ولقمة العيش وبعد التقرير ده تقول لك طب وانا اعمل ايه؟ طب انا لازم اشتري حاجات رخيصة عشان معيش فلوس كتير، فممكن تبقى حاجات مغشوشة او ممكن او ممكن. لا، انا عندي يعني تاكل لحمة حمير ولا ما تاكلش؟ لا ما تاكلش. ما بقولش كده والله انا ما باكلش لحمة، يعني ما بقولش كده اعتباطي بجد. لو هتيجي على انك هتاكل فول وطعمية وبتنجان وتمنجه نفسك وتاكل بيض احسن ما تاكل لحمة حمير، او احسن ما تروح تشتري شوكولاتايه ولا بونبونيه لابنك وانت كده على باب جنينة الحيوانات تلاقي حاجات كلها كده عليها علامات انت مش عارف دي ماركة ايه عشان تجيبها رخيصة فتسمم ابنك. لا، عنه مكل سكر خالص. عايزة اوعيك واقول لك خلي بالك، مش عشان رخيص تشتري، مش عشان رخيص تشتري، يا ما تاكلش خالص وتاكل اللي انت قادر تاكله نظيف. والله ده عشانك وعشان صحتك، عشان كليتك وكبدك ودمك وكل حاجة، لانك هتسترخص في الاكل هنا هتصرفه على صحتك. هتقولي طب والدولة ونعمل ايه ومش عارفة ايه، احنا متفقين ان احنا في وقت تغيير، ومتفقين ان احنا بنقول اهو يلا هيبقى في حركة في البلد، وبنقول ان احنا في هيبقى في وظائف للشباب وهيبقى في وفي مشاريع و و و وهتاخد وقت. لغاية الوقت ده انا مش عايزاك تعيا، لغاية الوقت ده انا مش عايزاك تضحك عليك. وبشكر طبعا حملات التموين اللي بتنزل بكثافة على كل الاماكن والناس اللي بتبيع حاجات مغشوشة. طب انا هقول لكم حاجة، من كام يوم مش هقول مين بس حد من قرايبي يعني، بنتها عندها اسهال كل يوم كل يوم، تكلمني تقول لي انا مش عارفه اعمل ايه وبتاع، اقول لها يمكن بتسنن، يمكن عندها حاجه، يمكن بتاع شهر، ونوديها لدكاتره وجايين من عند الدكاتره ونروح الدكاتره ونيجي من عند الدكاتره. وفجاه بتتكلم في التليفون كده، الاجزخانه داخله جايبه لها علبه اللبن فبتقلبها لقيتها منتهيه من سنتين. الاجزخانه بقى لها 6 شهور ولا 4 شهور ولا مش عارفة كام بتبعت لها لبن فاست. ما أنا مش هسيب الأجزخانة دي خالص، هنعمل بلاغ بكرة الصبح. لبن الأطفال، لبن الأطفال يا جبابرة، ليه خس عليك إيه يعني؟ عشان هتعدمه يعني؟ عشان هتخسر فيه؟ طب وانت لما تشربه لبنت صغيرة وتروح فيها عندها شهور، تفتكر ان ربنا هيكرمك؟ تفتكر ان ربنا هيديك فلوس يعني؟ لو انت مش مؤمن بربنا خالص، استغفر الله العظيم، انت محترم نفسك بجد؟ طب ولو بنتك مش هيقعد لبنتك؟ تفتكر انت هتموت بنات الناس وربنا هيكرمك في ولادك؟ الموضوع بقى سيء جدا جدا جدا، بيوصل للأدوية وبيوصل للبن الأطفال وبيوصل للأكل وبيوصل يعني حاجة غير الميه اللي ربنا يعيننا عليها، اللي يعني منتظرين ان هم يعني يعملوا فيها حاجه. تعالوا نشوف التقرير كده وهستنى تليفوناتكم وتعليقاتكم. اشرح لنا المشكلة هنا ايه؟ المشكلة هنا اولا ان هو بيبيع لحم مستورد مع لحم بلدي، وده يعتبر غش تجاري. لازم يدايا ده يعني. يدايا ده. ثانيا بيسيح اللحمة المستوردة، بيفكها تمام وبيبيعها برضو على انها لحمة بلدي. يعني المفروض ما يعرضش الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت لما بيسيح اللحمة المستوردة بيفكها من التتليج بتاعها والتجميد وبتتعرض على انها ايه؟ لحمة بلدي. بالإضافة لأنه هو بيقوم بذبح إناث خارج السلخانة. طبعا دي أول حاجة، إضرار بالثروة الحيوانية. تاني حاجة أن الذبح خارج المجازر الحكومية ده معناه أنه حاطط عجول هناك. دي العجول لسه هنتكلم فيها في المرحلة اللي جاية.
دي ناس خارج المجازر الحكوميه ممكن تكون مريضه، يعني اي حاجه بتدي ما حصلهاش كشف صحي، يعني ما حصلش عليها كشف بيطري، تمام؟ فبيهرب من كده، بيقوم دابح بره المجزر ويختم عن طريق سفنجه بيمررها ملونه اهي بالماده بتاعتها، تمام؟ بيمررها على البدن من هنا، تمام؟ وقت ما بيمررها بيوهم المستهلك وبيدخل عليه الغش، تمام، والخداع ان دي من مسبوحات المجازر الحكوميه، تمام. نيجي للعجول اللي احنا شايفينها صغيره، يعني هو حاطط ضد الغلاء 39.5، دي هو بيبيعها لانها بلدي وهي مستورده، وبيقول ان هو ضد الغلاء، يعني اللي هو معلقه حاجه كسعر غير اللي بيبيع بيه. طبعا بيبيع بايه بقى، قال ولا اكتر؟ لا بيبيع طبعا اكتر. طب هو 50 اهي، كندوز و40 وبتلو ب50، وضاني حاطط مستورد مع اللي هو المارينو ده مع البلدي. انا طبعا حصل لهم ايه يا فندم بقى في الحاله دي؟ ايه العقاب يعني؟ العقاب احنا بنعمل بنقنن اجراءاتنا بتقرير التفتيش البيطري، وبعد كده بنعرض على النيابات المختصه. طبعا بتبقى في قضيه، لا يعني بيتقفل ولا بيفضل يبيع برضه؟ لا طبعا، هو بالنسبه للقضيه احنا بنتاخد اللحوم اللي هي المخالفه كلها بتتصادر اذا كانت صالحه للسكن. تاخدوا اللحمه دي وتمشوا؟ طبعا طبعا، بيتم تحقق. سيبوه بقى يستمر في اللي هو بياخد اجراء ضده وبيتعرض على النيابه، تمام؟ وبعدين بتنزل الاجراءات بقى بتاعت التقاضي وبياخد حكمه بينفذ، واحنا فعلنا كمان دور تنفيذ الاحكام في الاداره عندنا، يعني بننفذ احكام. بس ودي الالوان المستخدمه اللي هي الميه التافته دي. دي ايه بيحطها على ايه؟ على اللحمه؟ اهي بص سبيرته خالص. سبيرته احمر على اللحمه؟ بيحط سبيرته على اللحمه؟ طب وبيلونها ليه؟ عشان يبقى لون مجازر، عشان انها تبقى انها من المجازر الحكوميه. هي اصلا مستورات؟ لا مش من المجزر الحكومي خالص. دي ختم بتاعه هو، يعني هو لما بيذبح الحاجه ما بيحطش عليها احمر. في منها إهام للمستهلك إن دي من المجازر الحكومية وإن كشف عليها، هي ما كشفش عليها خالص، ولا حد يعرف إذا كانت مريضة أو مش مريضة غير لما التفتيش البيطري بيجي معانا وبيحدد الكلام. تمام. بقول لك اللحمة دي مدهونة بسبرتو فعلا أحمر؟ ماشي، اللحم ده جاي من السلخانة، مدهون في المبلح وجاي من السلخانة. هما بيقولوا إن هو مدهون سبرتو أحمر ده لحم جاي من السلخانة. ودلوقتي معاك ورق بيقول انه جاي من السلخانة؟ الحاج دلوقتي مع الورق ومعاه كل حاجة. وتبيعه مستورد و ده مارينو؟ ماشي، ده سلخانة يا بيه، مارينو سلخانة. ما ينفعش نحط الاثنين مع بعض. اشتغل ده ونشتغل ده. انت عارف كده. عشان الحاج. ما فيش جزار يقدر يحط مستورد مع بلدي، ما فيش. في جزار يحط مستورد مع بلدي؟ عشان الحاج ده موجود، ده بيكمل بالميزان. ده دي. اي ما هي مذبوحه هنا ولا في السلخانه؟ الجلود بره اللي هم ذابحينها. طب ايه؟ يعني المذبوح ده خرفان بتوع زمان مذبوحين يا بيه، واخدينهم اللي هو طلع لله. الخرفان دي بتاعت زباين، المذبوحه لله. ما بتتذبح. بتتذبح ما بتتذبح. هو انت مش شعب؟ من الشعب راجل بتقول له بتاع الزباين والله جايبينه من زمان مش بيحبهم. انا رحت جبت. طب اسالك سؤال تاني، اما انت مش شعب بتبيع ب 30 جنيه ازاي؟ 30 جنيه 39 50 جنيه اهي اهي. دي مش يافطتكم؟ دي يافطتكم ولا انا جايباها معايا؟ دي لحمه تنفع للمستهلكين. بقول لك يبقى عايز اسال، معلش ممكن اتكلم معاه؟ انا عشان مع الشعب. انت مش شعب، انت بتبيع. انا مع الشعب، فجاي اقول لكم ما تاكلهمش لحمه اي كلام، صح؟ يوم او يومين صاحبهم، انا رحت جبته من البيت، صاحبهم موجود اهو. كل الخرفان ده صاحبه؟ طب انت ممكن تجيب اي حد وتقول صاحبه. لا موجوده يا بيه، موجوده يا استاذه، متباع. الخرفان متباع بتاعت الناس. مش في ورق؟ في ورق متباع للناس صح؟ لا مش في ورق ان الحاجات دي معموله في السلخانه. اوريك ورق. اتصل يا ابني بالحاج. في عربيات بالنسبة للبتلو المفروض مش أقل من 300 كيلو عشان يتذبح. ليه برضه؟ حفاظا على الثروة الحيوانية. النهاردة هو طبعا عمر شهر جايبه عشان يذبح. هيقول لك بتاعت ناس برضه. هو برضه ما هو لازم يقول كده.
وهو معتاد عشان حضرتك تبقى عارفه، لان ليه عندنا برضو اتهامات سابقه قبل كده. دي بتاعت ناس برضو؟ ما فين؟ ما هو خلاص. طب فين الجوه؟ هيجي ناس. تعالى يا دكتور اتفضل. قول يا دكتور. هو دي المفروض دي عجول بتلو، دي طبعا دون الوزن، لان المفروض سنها ممنوع دلوقتي بقرار وزاري، ممنوع ذبحها الا في الحالات الاضطراري بس. واحنا شايفين ان اناث كمان، والاناث دي مجرمه قانونا كمان انها تتذبح. هو قانونا مجرمه عشان الثروه الحيوانيه، ان يعني ده بينتج دي عشان بتاعت مين ده؟ طب ما فيها نتايه، النتايه ما ينفعش تتذبح. والله ايوه دي فيها نتايه ولا لا؟ ايوه فيها. طب ما النتايه مجرمه. خدها هي جايباهم هنا عندنا مربياهم هنا. تعمل ايه بقى؟ خليها مش هتتذبح صدقيني، والله ما تتذبح. يا حاج ده انت دقنك بيضه. ايوه ماشي. تتكلم قدام ملايين دلوقتي، عيب انك تقول كلام يصغرك. هو جايبها عندك في الجنينه يعني؟ تتربى هنا لسه؟ تتربى هنا فين؟ تتربى فين؟ عند العربيات تتربى؟ في العزب عندنا هنا، هي بتاخد ايه؟ هنا ايه عشان تتربى في الشارع هنا؟ مربوطة هنا ليه حاجة؟ هي جايبتهم هنا ليه؟ عنده هتاخدهم يعني ليه؟ ما تعملوا ايه؟ يعني هي جايباهم هنا الوقت لسه ما فيش. تعمل بيهم ايه هنا؟ هتبقى احنا نذبحهم؟ تعمل بيهم ايه حاجة؟ طب فكر في كذبة وقول. لا ما بكذبش. طيب ورا بقى العربيات اللي موجوده فيها اللحمه المسيحه اللي جايه من الجمعيات. جايه من الجمعيات؟ بياخدوها ازاي من الجمعيات؟ بيشتروها يعني؟ لا هي مش جايه، هي لحمه برضو مستورد وبيسيحوا على اساس يعيد بيها وتاني. واللحمه المستورد ده بيتباع في اي حته. وادي كل برضو كله هيذبحها. ده كله بتاع الناس برضو، هيقول لحضرتك كده. ماشي معلش. حزمة. في عربيتين بقى بيخبي فيهم اللحمه المستورده حاطتهم هنا، وزي ما قلت لحضرتك ان سابق برضه اتهامه قبل كده في نفس ال. طب ما هو ده اللي انا بقوله يا فندم، ان هو بيتعمل له قضيه واثنين وثلاثه وبيفضل يزاول نشاطه. ما هو يزاول نشاطه بس بيتنيه تحت المراقبه والمتابعه. ايه عربيه مخبي فيها اللحمه؟ ايوه تمام. في جوه بقى العربيه الثانيه اكتر. لحد ما بيصدر بشأنه حكم فبننفذه. وما ظهرش في اخر سلوك الريحه لحوم ضاني فيها المجازر الحكوميه. اخر حاجه كان بكره عاملها بيقلد بيها الختم بتاع المجزر الحكومي. دي لحمه ايه بقى؟ لحمه مجمده وتم تسريحها في الجو اللي احنا شايفينه وفي شنطه العربيه، فادت حراره التحضين اخضرت، في تغير في الصفات الطبيعيه واضح قوي، والريحه طبعا لا تطاق، وبدات ريحه النشاط تطلع، وبقى كاس سودا. وبقى كاس سودا ده اصلا يعني غير صحيه بالمره. ممنوع. وده برده مجمد. تم. جايبه منين المجمد ده يا فندم؟ بيشتريه كراتين، وساعات بيبقى غير منتهى الصلاحيه كمان. هو ليه بيعمل؟ مجمد بتلو مش كده؟ ده مجمد بتلو. ده كندوز وده ضان كرت النبات. ده مجمد بتلو بيفك برده بيعيد بيعه، ومجمد ضاني على. طب ليه بيعمل كده؟ فرق السعر. فرق سعر قد ايه يعني عشان يعمل في الناس كده؟ يعني نص؟ من 30 ل 60 ل 70. يعني لما اتباع ده ب 33 بره تمام؟ كان مستورد او ب 30 ويطلع يبيعه بره ب 60 تمام؟ وب 70 بس. هو ده الفرق. بالاضافه للضاني مثلا ب 75 بره او ب 70. السعر والمكسب هو ده اللي بيخليه غش. تمام. بس ده مش غش، ده ممكن يموت ناس. ده اللحمه مخدره. بالاضافه لكده انه يضر بصحه المواطن وبسلامته وبامنه. عايزين نشوف بس المنظر زي ما احنا شايفين. منظر الحقيقة مرعب يعني. العربيات الحمراء اللي هناك، العربيات الحمراء اللي هناك اللي في شنطة العربية موجود فيها اللحمة الفاسدة موجودة ورا المحل، وبعدين على الشمال هنا الخرفان اللي بتدبح برا السلخانة. طبعا هي مش بتاعت
زباين ولا اي حاجه، لان احنا زي ما احنا شايفين على اليمين برده عجول. مفروض ان العجل بيبقى اقل حاجه 300 كيلو عشان يتذبح، وكمان في العجل النتاية اللي هو ضد ان هو يتذبح عشان الثروه الحيوانيه، عشان يبقى عندنا عجول اكتر واكتر. المشكله بقى ان لما بيحصل كده هم بيعملوا قضيه وما بيشمعوش المكان ولا بيقفلوه، فانت كمواطن انت مش عارف ان المكان ده معمول له قضيه. ولكن انا بقول لك المكان ده فين؟ المكان ده في مصر الجديده زي ما انتم شايفين اهو شكله. عايزين برضو يا راضي نجيب اليافطه بتاعته عشان لحين البت في الموضوع ده. احنا شفنا اوريدي العربيات اللي بره اللي موجود فيها اللحمه الفاسده، شفنا الحاجات اللي معموله بره السلخانه، شفنا الازازه اللي فيها السبرتو اللي بيدهنوا فيها بيها اللحمه. اهو المكان ده شكله، عشان بس سمع على رسول الى البلاغ. وهو ده اللي قالك ضد الغلاء 39.5 ان هو واقف معاك يعني. وسيد محافظة القاهرة تحت رعاية السيد رئيس حي مصر الجديدة، اشراف ادارة الطب البيطري بالقاهرة، كله اي كلام. وانت شايف لحمة متعلقة مدهونة بسبرتو او مدهونة باحمر، وحاجة موجودة في شنطة العربية بقالها قد كده في الحر، وفي نفس الوقت اللحمة مش مدبوحة داخل السلخانة، لحمة مجمدة وسيحناها. يعني لو تجيب ورايا كده اللحمة اللي محطوطة وهيبتدوا يصادروا اللحمة ياخدوها. طبعا اللحمة دي كلها مدبوحة خارج السلخانة، منها مستورد ومنها بلدي. ليه ما بنبقاش عايزين اللحمة تتذبح خارج السلخانة؟ لأن ما بيبقاش مكشوف عنها بطريا هل كانت عيانة، كانت ميتة، كانت يعني أنا مش قادرة أصدق إن الضمير يوصل إن الواحد ياخد لحمة مدبوحة خارج السلخانة مش مكشوف عليها، يدهنها بسبرتو أحمر عشان يبين إن هي مدبوحة داخل السلخانة، ويضحك على الناس ويقولهم إنها لحمة بلدي وهي لحمة جمعية. بص اللحمة عاملة إزاي، بص الخضار ده، كل ده عفن، كل ده عفن، ده هيتقطع. بقى لها فترة مدبوحة، بقى لها فترة ناشفة، وباين عليها إن هي الشمس ضربة فيها، دي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود ميكروبات متجمعة حواليها وتراب وأتربة وكلام. هو أصلا صحيا المفروض إن اللحمة تبقى متعلقة بره كده؟ لا، المفروض داخل البطارين وداخل الثلاجات ويطلع، يعني لأن هي كفاية من غير ما تكون بلدي، كفاية الحشرات اللي ملمومة ولازم تبقى ملفوفة صح؟ ملفوفة بيضة وملفوفة ملفوفة بيضة. يعني بص الحشرات الطائرة كلها، بص كل أنواع الحشرات حوالين اللحمة، وأنت تبقى معدي عيني فتلاقي اللحمة ب 30 جنيه ولا ب 20 جنيه، فتحس إن أنت يعني خلاص اتفتحت لك طاقة القدر بقى، والناس دي بتتقي الله وبتبيع اللحمة رخيص. سعيد جدا جدا، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك والله بأمانة يعني، ربنا يخليك. يا جماعة أنا عايزاكوا تخلوا بالكوا دايما من موضوع اللحمة، وانتوا بتشتروا اللحمة مش مجرد انك تلاقي لحمة رخيصة او لحمة قليلة في السعر، ان انت تنجذب لده من غير ما تعرف ده ايه. لازم تعرف انها هي اكيد لحمة مخشوشة، يا اكيد لحمة مش صح، وصحتك اهم من اي حاجة. يعني انا مش فاهمة الضمير ممكن يبقى فين لو انت متخيل ان ناس بتجيب لحمة، يعني الله اعلم هي منين ولا ايه، وموجوده في شنطه عربيه ورا في الحر وفي الدبان وما نعرفش ايه مصدرها، وبعدين بعد كده ياخدها يعلقها يحط عليها سبرتو احمر عشان يعمل انها مدبوحه في السلخانه، كل الحشرات تتلم عليها، تفضل لحمه متعلقه لغايه ما تخضر لان هي اوريدي طالعه من شنطه العربيه مخضره ومعفنه، وبعدين
تبيع اللحمه المعفنه اللي مش مذبوحه في السلخان اللي ممكن تبقى اصلا عيانه اللي كلها فنجس وعفن عشان تكسب الضعف، عشان سعر ده غير سعر ده. ما يقول لك ضد الغلاء، لا ده ضد الضمير وضد الاخلاق وضد اي حاجه في الدنيا. ما تروحش للحاجه الرخيصه لمجرد انها رخيصه. انا عارفه ان انت نفسك يبقى بتقدر تشتري لحمه بشكل دوري، عارفه ان عايز تاكل عيالك بشكل صح، لكن ما تعملش كده. صدقني الفول والطعميه والحاجات القليله لو نظيفه احسن لك بكتير قوي، لغايه ما ربنا يكرمنا كلنا اقتصاديا ونقدر ان احنا يكون متقدم للمواطن فرصه انه يعيش بشكل صح. لكن كده ما ينفعش ابدا. وحاجه تانية كمان عايزه اقولها، ان زي ما انا بقول ما ينفعش ابدا ان حد يروح يمسك قضيه تموين ويفضل الراجل يزاول نشاطه وتبقى مجرد قضيه، لان هو كل اللي بيشتغل فيه لحمه. يعني هيمشي التموين من هنا هيروح هو معلق اللحمه الثانيه اللي عنده برضو على. طب انتوا ما صادرتوش بقى اللحمه اللي هي في شنطه العربيه دي؟ لا تم مصادره كل ده، تم التحفظ عليها. حضرتك هتاخد اللحمه اللي في شنطه العربيه بقى؟ انت ممكن تمشي من هنا وهو يجيب لحمه ثانيه من هنا. احنا خدنا تمام، والتفتيش البيطري بيقول رايه في. طب وبالنسبه بقى للعجول والحاجات اللي عنده دي هتعملوا فيها ايه؟ لا العجول دي بيتم التحفظ عليها الحين صدور قرار النيابه. بس بشكر حضرتك جدا، ميرسي جدا، وميرسي على 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 مجهودكم ده، ربنا يوفقك. زي ما انا قلت، احنا بس محتاجين شويه قوانين تتغير. يعني فكره ان انا اروح اشوف بعناية ازازه السبرتو واشوف اللحمه الفاسده واشوف اللحمه اللي موجوده في شنطه العربيه اللي كلها خضار ودبان و و و، واشوف اللحمه بتاعت الجمعيه اللي متسيحه اللي بتتباع على انها لحمه بلدي، اشوف كل ده وبعدين اروح واخد الحاجه ومصدرها وعامل قضيه ولسه هيروح النيابه ولسه هيتحكم في النيابه و و و و. طبعا ده يعني ما ينفعش، دي صحة المواطن ودي مستقبل أطفال، ولازم المكان اللي يكون بيزاول حاجة زي كده تبقى جريمة يعاقب عليها القانون فورا، لأن دي صحة الإنسان. يعني أنا النهاردة لما أمسك حاجات زي دي لو كان حد كلها كان هيموت دلوقتي، فلازم اللي يتاجر فيها يتحبس دلوقتي برضو. يعني كان لازم يدوروا على صاحب المحل ياخدوه يحبسوه بتهمة قتل. ده واحد بيقتل الناس بلحمه معفنه ولحمه مش بلدي ولحمه مش مكشوف عليها قبل ما تتذبح، ولسه حاطط العجول والخرفان برضو هيدبح خارج السلخانه، حتى ما نعرفش العجول دي عيانه ولا عندها ايه. ممكن يكون بيستنوا المزارع كلها تجيب لهم كل الحاجات العيانه واللي تترمي ويدبحوها ويحطوها لك ويقول لك ضد الغلاء 35 جنيه. لازم بدل الناس دي بتعرض حياة البشر للخطر دلوقتي لازم يتحبسوا دلوقتي. ما ينفعش يتعمل قضية ويمشوا يصدروا الحاجة وبعدين بعد ما نمشي هم يزاولوا نشاطهم عادي. ما ينفعش. ربنا يلطف بينا يا رب. ده مخزن غير مرخص لتجميع المواد البتروليه زي السولر. بياخدوا تاني بعد ما بيجمعوا بيعيد بيعه تمام باسعار ازيد من الاسعار المقرره وبيتاجر فيه في السوق السوري. كمان عدم وجود اجراءات الامن الصناعي فيه، يعني ممكن اي حاجه تولع فيه لا قدر الله ويسبب حريق في قلب المنطقه كلها. تمام؟ يبقى فيه خطوره على سلامه المواطن. كمان مظبوطه حوالي 3
3000 لتر. والله هو في مصادر كتير، في بعض من اصحاب المحطات عديمي الضمير بيتخلوا عن جزء من الحصه بتاعتهم ويبدا ياخدهم ويجمعهم عشان اعاده بيعهم في السوق السوداء او للمزارع للمصانع اللي ملهاش حصه معينه، مع ان الدوله وفرت ده. يعني الدوله عملت منظومه ان كل واحد ممكن عايز اي كميه سولار في طريق شرعي بيقدم عن طريق الهيئه المصريه لعمل البترول ويقدر ياخد. يعني في مكون معين يعني انت بتشتغل عليه، يعني مواصفه معينه انت بتشتغل عليها، مقادير، يعني ايه بتطلع لي اللبانه دي كده اجتهادا ولا بنسب معينه؟ لا، هي المكنه بقى على حسب مثلا اللي هي بتطلعها، يعني المكنه الوحيده بتطلع واحده واحده التغليف. لكن مفيش نسبه انتوا شغالين بيها، سكر، مواد حافظه بتاع الكلام ده؟ لا مفيش، يعني كده يعني زي ما اعتباطا كده. تمام. هو بيعمل ايه؟ بيطلع مواسير بلاستيك باسم مصانع وماركات مرخصه ليها اسم تجاري في السوق. تمام؟ بيقلدها. تمام؟ من خامات طبعا رديئه. تمام؟ وفي نفس الوقت بطريقه بدائيه زي ما احنا شفنا كده. بقول يا ابو زيد انت بتعمل ايه هنا؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ كسر جاي منين؟ المرتجع اللي بيجي. المرتجع اللي بيجي من الشغل. طب انت عندك الـ الانتاج ده مرخص ليك ليه؟ حتى الاسم التجاري اللي موجود ده انت مرخص ليه؟ ما تعرفش. تمام. طب بعد كده بقى الكسر ده بتعمله بيه ايه تاني؟ يرجع تاني. امال الاحواض دي بتاعت ايه؟ تعالى معايا. الاحواض دي والمكن بتاع ايه؟ ده خلط الكام؟ في نسب معينه للخلط ده ولا انت بتجتهد فيها؟ يعني في مواصفه وفي نسب معينه عشان المواسير دي تستحمل او تستخدم في الصرف، سواء صرف صحي او صرف بالنسبه للمجاري، الكلام ده كله، الحاجات الكبيره والحاجات الصغيره، في نسب، في واحد معانا، في مواصفه ليك هنا مصرح بيها، مرخص بيها، في واحد بيجي صاحب الشغل هو هنا، بيجي هو اللي بيخلط النسب دي، بيشتغل يعني بنسب من عنده كده، شويه من ده وشويه من ده، ولا هو يعني نسبه معينه بكام في الميه؟ 4% من ده. انت عارف ده ايه وده ايه؟ ده كرموت الكسر. والتاني؟ بيقول عليه الكسر. طب والكسر ده بقى بتحطه فين؟ الكسر اللي انت فارمه المرتجع ده برضه بتتخلط معاه. طب الكسر ده ملوش نسبه يا محمد ولا ابو زيد؟ لا مش عارف نسبه. يعني نسبه الكسر قد ايه؟ داخل النسبه جواه؟ بتحط جرده. بتحط جرده. ماشي، شكرا يا محمد. هو غش تجاري بالإضافة لتقليد بعض العلامات الشهيرة طمعا في تسويق أكبر كم منتج ممكن من المنتج بتاعه لكسب السوق، يعني المواطن أو
المتعامل على سلة المواسير دي لديه ثقة في منتج معين، فهو بيطبع على المواسير دي بعض الأسامي التجارية المشهورة في هذا المجال ضمانا للتسويق. بيضيف بعض التوابل ليها بعد ما بيفرم كل ده وبيكبسه، والهياكل كمان بالعظم الكلام ده كله بيفرمه، ويحط بقى التوابل والبهارات اللي هي بتضيع الريحة والطعم منها، ويحط مواد ملونة على أساس أنها تتباع كمصنعات لحوم، كمصنعات لحوم كفت وهامبرجر وسوسيس والكلام ده. بس يعني كل تنظيف اللحوم اهي، تنظيف برضو اللحوم اهي، البدن بتاع اللحمة برضو منتهى الصلاحية. تمام، دي الناجتس، قطع الناجتس منتهى منتهى الصلاحية. بيعيد فرمها تاني وكبسها، تمام، ويحط عليها مواد ملونة حمراء على اساس تتباع انها لحمة مفرومة. ممبار 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 يعني الرز وال ده المنتج النهائي بتاعه كده. بعد ما خلصنا كل ده واضفنا اللون بقى ده المنتج النهائي. حاجات اللي بيضيف عليها طبعاً الوان بيضيف عليها الوان وتوابل وبهارات طبعا بتضيع الطعم والريحه. بالريش بالراس بالجناح اهو اهو اهو. عبد الرحمن شغال شغل الله ينور اهو اهو. دي عبارة عن تنظيف الفراخ والهياكل، بتخش من هنا، والمنتجات اللي هي قصدي والمخلفات اللي هي المصانع وتنظيف اللحوم وتنظيف الدواجن والبانيه والكلام ده كله بيلم كل منتهى الصلاحية، وبيحط الهياكل هنا، بتخش في الفرن بالعظم كل حاجة بالجلد، وبتخش هنا تنزل مفروم بتتعبى في كياس، تمام، على اساس باسماء مختلفه، على اساس بعد اضافه الوان عليها، على اساس تتباع كفته او تتباع لمحلات الكباب او السوسيس والهمبرجر. بس هو المصنع غير مرخص طبعا، ومفيش اي علامه تجاريه اصلا اللي بينتجه، ولا واخد موافقه قرار وزير الصناعه، ولا موافقه الزراعه، ولا موافقه وزارة الزراعة، ما فيش أي قرارات ليه خالص، لا زراعة ولا صناعة ولا موافق البيطري ولا أي حاجة خالص، ولا علامة تجارية وما فيش أي طبعة.
إضافات للمفروم عشان البسطرمة والمفروم عشان تديله طعم، بحيث ان هو الطعم ده يكون مغري بالنسبة للي بياكله. المصنع ده سعادتك احنا جاري في ترخيصه وجاري في الورق والمحولين شغالة تمام، واحنا سعادتك رأي الأجهزة الفنية اللي موجودة لو في أي حاجة مخالفة أو أي حاجة أنا بطالب بإعدامها. بالنسبة للمنتجات اللي موجودة عندك دي اللي هو المفروم والكبس ومخلفات المصانع ومخلفات تنظيف الفراخ والفراخ المنتهية الصلاحية اللي هي مظبوطة عندك دي والمخلفات تنظيف اللحوم تمام، كل الكلام ده كله والمكابس والشغل ده كله، انت المنتج النهائي ده اللي هو جاي من مستلزمات منتهيه الصلاحيه في ترخيص بيه حتى كمان بالاسم التجاري ده؟ لا مفيش، احنا مفيش ترخيص بيه، مفيش. بس احنا جاري ان احنا نرخص. ما انتش عارف ان ده غلط، ان كل اللي عندك ده اصلا مكتوب عليه اكسباير، حتى تاريخ انتاج الصلاحيه وبتاعته مش موجوده مختلف او منتهي. في حاجات سعادتك عليها تاريخ انتاج وتاريخ، وفي حاجات خلاص منتهيه نهائي. اه احنا بسعادتك لو طب أنا ازاي يعني انت ترضى الكلام ده؟ لا طبعا سعادتك انك تحط حاجات منتهيه الصلاحيه وتنظيف الدواجن والجوانح والريش والروس والكلام ده كله والهياكل كل ده يتفرم وياكلوا الناس؟ لا سعادتك يعني طب كده واحنا برضه ناس بنخاف ربنا وعارفين كده. طب بنخاف ربنا بتعمل كده ليه؟ سعادتك ان احنا لو في اي اخطاء ولا في اي حاجه احنا بنطلب باعدامها بس. يعني هو ده المطلوب، لان احنا فاتحين بيوت ناس ومشغلين ناس والمصنع زي ما حضرتك شايف. هي لو في اي حاجه اللجنه اللي نزلت التموين والتفتيش البيطري اقروا ان الحاجات دي منتهيه الصلاحيه. يبقى تتعجن سعادتك طالما منتهيه الصلاحيه تتعجن. ماشي. انا بطالب باعدامها. طب وانت برضو كمل بقيه اجراءاتك، يعني ما تجيبش الحاجات دي تاني تمام، قنن اوضاعك، طلع سجل تجاري، خد رخصه، خد موافقه وزاره الزراعه، خد موافقه وزاره الصناعه على التصنيع، سجل علامه تجاريه باسمك، لان النهارده كل المنتجات اللي موجوده دي لو حد ادير منها تمام مفيش حاجه تمت ليك بصله خالص. لان كلها علامات مقلده. اوعد سعادتك يا فندم ان احنا هنقنن الاجراءات. انت عارف ان ده هيبقى غش تجاري؟ وهنحاول ان احنا يعني عارف ان اللي انت بتعمله ده غش تجاري؟ وسعادتك احنا وبيضر بمين بقى؟ بيضر بصحه الاطفال وبصحه الناس وبيضحي بسلامتهم، بيضر بسلامتهم وبيضر بالاقتصاد برضه بتاعنا. تمام؟ وانا شايفك انك انت يعني راجل مصري كده لازم تبقى مصري اصيل. دي ايه دي؟ سرنجات. دي سرنجات. دي تصنيع ايه مصري؟ صيني. صيني. شوف حاجات جايه من بره وشايف الجديد. معلش موافقه وزاره الصحه. مفيش موافقه وزاره الصحه عليها. سرنجات عاديه. مفيش موافقه وزاره الصحه عليها. تمام. ولا واحدة فواتير. دي ساعتك مفروض انها بتكون معقمة. لما بتصنع هنا في مصر بتخضع للفحص وللتعقيم. تمام. كونها جاية متهربة في اجواء غير مناسبة التعقيم بتاعها بيفسد. ولا خضعت لمراقبة وزارة الصحة ولا موافقتها. بالظبط. تمام. منتجات كلها تحت بير السلم. الكراتين.
معاك ترخيص من الشركات بتباع في الورق ده او عقد؟ اه معاك ترخيص او ورق رخص تفويض تفويض بتاع ايه؟ تفويض الشركات اللي انا شغال تمام. في شركات ملهاش تفويض. الشركات اللي ما فيهاش تفويض دي تعهد اللي ما جاش معايا حد. زي ايه؟ زي ايه؟ علبة اسمها انترادول هجيب لها انترادول. انترادول ده طب انترادول ده محظور مخدرات ده مخدرات جدول جدول مخدرات جدول مخدرات هو الالترادول 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 المكون اللي جوه من مين بقى؟ من مين؟ ما تدخلنيش في انا عايز المواقف مش بدخلك هي مباراه. بص يا دكتور انا هي انا بلزق انا ما بتكلمش معاك في حاجه انا بتكلم معاك معاك تصريح او تفويض او عقد من اللي انت بتطلع له المطبوعات دي اهلا وسهلا معاك بالنسبه للالترا دول ده اصلا مدرج جدول تمام مين اللي اداك بقى انك تطبع له هو ده اهم حاجه في القصه دي تمام ما هو للادويه وكله انا بتكلم في كله حتى الادويه تمام ممكن اغش الدواء ده ممكن اغش اللي هو المدرج جاب في الجدول ده الالترا دول مش ممكن اغشه ممكن وابيعه لاي حد تمام نفس الادويه نفس المول بس انا عايز كل بالنسبه ايوه انت بتعمل شغل للغير يبقى لازم الغير يديك الموافقه اللي من خلالها انا طبعت منها تركب ماشي معلش معلش العربيه دي تبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة تسويق الأسماك. الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللي هي شركة تسويق الأسماك دي تبع وزارة التنمية بيطرح فيها أسماك تمام وبيطرح فيها فراخ تمام ولحمة تمام الفرخة الفرخة عندك بكام؟ 14.75 السمك فيه ب 8 جنيه 8 و6 البولتي بتاع اسوان واللحمه ب 29 ولا ب 30 ب 30 ب 30 امام والمكرونه ب 8 جنيه اقل من الاسعار عن مثيلتها بره ب 30% ليه خل سوق موازي للقطاع الخاص لاجل عمل نوع من التنافس والاقبال طبعا زي ما انت شايف اقبال جماهيري كتير بينزل في اماكن اللي هي الخاليه من الخدمات او المناطق الشعبيه بينزل بصفه مستمره ده بالتنسيق ما بين بقى وزاره التموين ووزاره الداخليه على اساس ان احنا اشتغل اصلا عادي تمام بينزل مباحث التموين بتأمن عملية البيع وبتأمن العربية وهي موجودة في الأماكن اللي زي كده بس الأسعار اللي هنا أقل من بره 30%